بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى عرض السابع الإخباري من تلفزيون السودان، وفي صدره العناوين: البشير وفرغي يفتتحان عادة من المنشآت السياحية بمنطقة أركويد بولاية البحر الأحمر. دكتور نافع يؤكد التزام الدولة بمعالجة قضايا الطفولة. البرلمان يجوز بيان وزارة العمل ويشدد على معالجة قضايا البطالة. مرحبا بكم إلى تفاصيل الأخبار. افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس الأريتري إسياس أفورغي عددا من المنشآت السياحية بمنطقة أركويد بولاية البحر الأحمر، كما افتتح رئيس الجمهورية مسجد قباء بمنطقة جبيت، وزار ضريح المجاهد الأمير عثمان دقنة، واطمأن على المخزون الاستراتيجي من القمح بمدينة بورسودان. في منطقة أركويد بولاية البحر الأحمر كاد الضباب أن يدخل البيوت عبر الأبواب والشبابيك، وفي هذه الأجواء الساحرة افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير منتجع جبل السد السياحي، والذي قام بتشييده رجل الأعمال أحمد بشير من أبناء أركويد. كما دشن رئيس الجمهورية منطقة جبل السد السياحية وفندق ومصيف أركويد واستراحة القضائية السياحية. وتجيء كل هذه الخطوات في إطار دعم الدولة للعمل السياحي باعتباره واحدا من أعمدة الاقتصاد القومي. كما افتتح رئيس الجمهورية طريق أركويد صمد بطول 35 كيلومترا، والذي يربط المنطقة السياحية بالطريق القومي الخرطوم بورت سودان. وفي أركويد زار المشير البشير ضريح الأمير عثمان دقنة، ذلك البطل الذي دوخ المستعمرين، وهو يسعى بعزيمته ورجاله للحفاظ على سيادة وكرامة وعزة السودان والسودانيين. وفي مدينة جبيت افتتح رئيس الجمهورية مسجد قباء، والذي تم تشييده على نفقة رجل البر والإحسان سليمان عباس علي بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وهو عطاء يعكس دور المجتمع المتواصل لدعم العمل الدعوي وحاجات المجتمع. وفي مدينة بورت سودان وقف رئيس الجمهورية على تجربة المخزون الاستراتيجي للقمح، حيث استطاع شركة الثاقب الجافة بتخزين 1 مليون طن من القمح في مدة 3 شهور، وذلك عن طريق التكنولوجيا التي تقتل الحشرات وتخفض نسبة الفاقد إلى أدنى مستوى لها. وسوف تعمم التجربة في عدد من مدن السودان قريبا لضمان توفير منتجات محصول القمح للمواطنين. وفي سياق متصل، اختتم الرئيس الاريتري إسياس أفورغي زيارته للسودان، حيث كان في وداع بمنطقة أركويد السياحي بولاية البحر الأحمر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووالي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا. وأشاد أفورغي في ختام زيارته البلاد بالعلاقات المتميزة بين بلاده والسودان في المجالات المختلفة، وأعلن استعداد حكومته للتعاون مع السودان لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي. أشاد مساعد رئيس الجمهورية دكتور نافع علي نافع بالجهود التي بذلت والجهود الحثيثة حول قضايا الطفولة بالسودان، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من العطاء، مبينا أن مشاكل الطفولة في الدول النامية وأفريقيا تكثر من تعقيداتها الحروب، موضحا أن السودان بذل جهدا مقدرا للوصول إلى السلام. جاء ذلك في المؤتمر التحضيري لدورة الانعقاد 6 للمجلس القومي لرعاية الطفولة على مستوى الخبراء والمختصين حول قضايا الطفولة بالسودان. الذين يتحدثون عن حقوق الطفل وعن حقوق الأمو وعن حقوق غيرها هم الذين يشعلون هذه الحروب، وهم الذين يرعون هذه الحروب، وهم الذين يحتضنون المتمردين كما نراهم الآن يجوبون في كثير من غرات العالم. الذين يتحدثون عن حقوق الطفل هم الذين
يعجزوا عن الحديث الصريح عن الذين يجندون الأطفال، وغاية ما يعني يجدون من الصراحة أن يتحدثوا عن الأطراف التي تجند الأطفال كأن الأمر متساوي فيه الجميع. نحن ندعو منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال أن تتمرد على وصايات الدول التي تسخر هذه المنظمات لأغراض السياسية، فالعالم الآن يدرك ذلك وليس كما كان من قبل، ونحن في أفريقيا على وجه الخصوص نعلم تماما الذين يستغلون هذه المنظمات ويغمضون أعينهم عن كل ممارسات السالمة في حق الأطفال على وجه الخصوص. إلى ذلك أكد المتحدثون في اجتماعات المجلس القومي لرعاية الطفولة في دورة انعقاد السادسة أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لدعم قضايا الطفولة باعتبار أن الأطفال يمثلون نصف السكان. تحت شعار الأطفال نصف السكان مستقبل السودان، انعقد المؤتمر التحضيري لدورة الانعقاد السادسة للمجلس القومي لرعاية الطفولة على مستوى الخبراء والمختصين حول قضايا الطفولة في السودان، سعيا لتحقيق طفولة آمنة مستقرة. حينما نتحدث عن الأطفال فنحن نتحدث عن أكثر الشرائح احتياجا للخدمات الأساسية وخدمات الحماية والتنمية والرفاه، وحينما نتحدث عن الأطفال فنحن نتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري في أوضح صوره ومعانيه، ولذلك وبقدر ما نبذل في هذا الاتجاه فنحن إنما نختار المستقبل الذي نريد. وأوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن الجهود المبذولة تجاه أطفال السودان تسعى لإنزال المرجعيات على أرض الواقع تدعيما وتغوية للآليات المنشئة للأهداف. ونؤكد دوما سعينا من خلال هذه المرجعيات لتحقيق طفولة آمنة مستقرة تنعم بالحماية والرعاية والرفاه، كما نؤكد التزامنا التام بإنزال موجهات هذه المرجعيات على أرض الواقع تخطيطا وسياسات وبرامج وتنسيقا مع كل الشركاء تدعيما وتقوية للآليات المنشأة لهذا الغرض، وهي أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها. يذكر أن جلسات المؤتمر اشتملت على مناقشة عدد من المحاور منها السياسات والتشريعات الخاصة بالطفل والعدالة الجنائية للأطفال ومحور الأطفال في ظروف النزاعات والطوارئ. أكد مساعد رئيس الجمهورية دكتور جلال يوسف الدقير اهتمام الدولة بتطوير جامعة السلام بولاية غرب كردفان ونهضتها. جاء ذلك لدى لقائه وفد اللجنة التنفيذية لجامعة السلام برئاسة مدير الجامعة بروفيسور العاقب فرحين محمد، الذي قال إن الوفد قدم الخطط الاستراتيجية للجامعة خلال السنوات الخمس القادمة لمساعد رئيس الجمهورية بجانب الدور الأهلي المنتظر لدعم مشروعات الجامعة وكلياتها المستقبلية. وأكد الاجتماع أهمية قيام الجامعة بخدمة المجتمع المحلي ونشر ثقافة السلام وتأهيل الأئمة والدعاة من خلال المعهد المخصص لذلك. إيجاد الدعم المالي والعيني للبسني للجامعة في خطط الاستراتيجية المستقبلية، وطرحنا للأخ المساعد خطط الجامعة المستقبلية والاستراتيجية للخمس سنوات القادمة المتعلقة بالزيادة في عدد الكليات والأقسام والمراكز الخدمية اللي تخدم المجتمع المحلي، خاصة مركز ذات السلام ومركز الأئمة والدعاء. وحقيقة سمعنا كلام طيب جدا من الأخ مساعد رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الإدارة فيما يختص في دعم استراتيجية أو خطة الجامعة للخمس سنوات القادمة في إنشاء الكليات الجديدة اللي بيساعد في تطوير الجامعة والمراكز. وتحدثنا أيضا حقيقة عن التخريج الأول للجامعة إن شاء الله في العام 2014، ويبلغ عدد الطلاب فيه ما يزيد عن 1200 طالب في كليات الجامعة المختلفة. أكدت نائبة رئيس المجلس الوطني سامي أحمد محمد أهمية الاستفادة من موقع السودان واتجاه السياحة العلاجية ووضع سياسات تحقيق لتقدم في المجال الصحي.
جاء ذلك في البيان الذي قدمه وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة عن أهم ملامح خطط وزارته للعام 14 و2000. وشدد الأعضاء على أهمية الاستفادة من الكوادر المؤهلة وتوطين الخدمة العلاجية في كل أرجاء البلاد. شدد أعضاء المجلس الوطني على ضرورة وضع ضوابط صحية تؤسس لنهضة في مجالات الخدمات الصحية بالاستفادة من الكوادر الطبية والصحية المؤهلة خاصة في الولايات والمحليات ومواقع الإنتاج، داعين لتوزيع عادل للاختصاصيين بين المركز والولايات. أخي الوزير، هاجر عدد كبير جدا من الأطباء من هذه البلاد، والعدد الكبير أيضا موجود في هذه العاصمة ولا يقبل العمل في الريف. ونعلم أن الأخوة الأطباء لديهم طموحات مادية عالية وهذا من حقهم. هذه القضية تفقد كثير جدا من العمل المرسوم، وتستوجب في كثير جدا من الهجرة من الولايات إلى الخرطوم، وهذه القضية تحتاج لمواصلة التفكير فيها بالصوت العالي. هنالك حديث كثير فيها يدور في الوزارة وغيره في أنه كيفية الحفاظ على الكوادر، ومع كل الحوافز التي تعمل والمجهود الذي يبذل، لكن هذه قضية تحتاج لمزيد من المعالجات. تعدين أهلي في السودان وعمل تأثيرات كبيرة جدا بالبيئة، وأدت يعني استعمال الزيبق وغيره واختلاط مجموعات كثيرة من الناس أدت لأنه يكون في خلل كبير في البيئة. أنا أعتقد أن المسألة دي دائرة دراسة وافية ويشوفوا تأثيراتها، لأنه نحن بنسكن في حتة طوال تقع جنوب المناطق التعدين. وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة قال إن خطة العام 2014 تهدف لمجتمع معافى من الأمراض. خطة حقيقة برضو في مرجعيات الخطة دي بالأساس مرسوم 29 و30، الخطة الاستراتيجية الخمسية، موجهات مجلس القومي للتنسيق الصحي، موجهات الهيئة التشريعية القومية، موجهات مجلس الوزراء، والمواثيق الدولية في المجال الصحة الموقع عليها البلد. يعني في الأهداف الاستراتيجية أيضا أنا أذكر جزء من الأهداف الأساسية جدا، هي كثيرة موجودة كلها أمامكم، لكن أقول أن أهم الأهداف تقوية نظام المعلومات الصحية، رفع معدل التغطية العادلة، والوصول لحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية ذات الجودة العالية. نائب رئيس المجلس الوطني سامي أحمد محمد دعت إلى وضع سياسات تنهض بالعمل الصحي وتوطينه بالبلاد. نحتاج الآن نضع من السياسات بما يحفظ لنا الحق الذي ذكره الوزير بأن لنا كثير من الكادر المؤهل والخبرة الكبيرة المتراكمة التي تجعل من الاكتفاء والتوطين للخدمة العلاجية في السودان ليس للسودان فقط، إنما يمكن أن تكون هنالك خدمة ويكون هناك سياحة علاجية للسودان من كافة الدول أكثر من أن يهاجر السودان للعلاج. قضايا متعددة تم التداول حولها وخارطة صحية تدعو الشركاء لإعداد نظم وسياسات تضمن تطوير العمل الصحي بالبلاد. هذا وقد تم إحالة البيان للجنة المختصة للدراسة وإبداء التوصيات لمزيد من العمل الصحي المتميز. وفي الجلسة ذاتها استمع المجلس الوطني إلى تقرير لجنة العمل والإدارة المظالم العامة حول البيان الذي قدمته وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل عن أدائها للعام 13 و2000 وخططها للعام 14 و2000، حيث ركز على عدد من المحاور المتعلقة بالسياسات وشؤون الخدمة ومحور بناء القدرات ومحور التوظيف ومحور التدريب التقني والمجالس المهنية وصندوق تشغيل الخريجين. وأكد التقرير أن هنالك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة في القطاعين العام والخاص والهياكل وقانون تحسين وتطوير الخدمية والمدنية وأجهزتها المساعدة لدورها الفاعل في إحداث النهضة الشاملة المعتمدة على العنصر البشري تدريبيا وتأهيليا وكفاءة، بجانب معالجة قضايا العمل والعاملين وإيجاد قاعدة بيانات للعاملين بالخارج والعمال الخارجية بالبلاد.
ودعا التقرير إلى نشر ثقافة زيادة الإنتاج وتحقيق الجودة لأجل المنافسة عالمية. وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل حول أداء الوزارة للعام 2013 وموجهات الخطة للعام 2014، كما نشيد بتقرير اللجنة والذي تناول القضايا الهامة والملحة بالدراسة والاهتمام، ونؤكد أن هذه الوزارة وزارة محورية، ومن خلال إنزال مهامها واختصاصاتها فهي التي تمكن مؤسسات الخدمة المدنية بل الخدمة العامة من إحكام هياكلها التنظيمية والوظيفية والوصف الوظيفي لذلك. فهذه الوزارة عمود فقري في الدفع بمؤسسات الدولة لتنفيذ مشروع إدارة الجودة الشاملة. إن الخدمة المدنية في الآونة الأخيرة يعني أصبحنا نتباكى عليها كثيرا، والسبب في ذلك يعود لغياب الديوان وغياب القوانين التي كانت أصلا لهذا الديوان، وفيه كان بيحفظ لكل منسوبي الخدمة المدنية حقهم وحقوقهم، وكانوا يتقاضوا عنده وبيجدوا يعني ينصفوا من قبل هذا الديوان. ربط مناهج التعليم بمتطلبات سوق العمل يمكن في هذه التوصية حل لكل مشاكلنا في الإدارة وفي العمل وفي التنمية البشرية، وإثراء سوق العمل بالمعلوماتية وبالتأصيل لهذا للنهضة الصناعية والزراعية. في جلسته برئاسة الفريق والركن آدم حامد موسى، جاز مجلس الولايات تقرير زيارة وفد المجلس إلى موقع التعدين الأهلي بولاية نهر النيل، ودعا المجلس إلى إحكام التنسيق بين المركز والولايات لمعالجة قضايا التعدين الأهلي. أجاز مجلس الولايات في جلسته برئاسة الفريق أو الركن آدم حامد موسى تقرير زيارة وفد المجلس لمواقع تعدين الذهب بولاية نهر النيل، قدمه رئيس لجنة السلام والشؤون السياسية مرغني المزمل، ودعا التقرير إلى إحكام التنسيق بين المركز والولايات لمعالجة قضايا التعدين الأهلي ومعالجة آثاره السالبة. تطوير اتفاقيات وعقودات التعدين الجديدة على أن يشمل الآتي: الولاية كشريك بنسبة محددة، تخصيص نسبة معينة من الإيرادات لصالح الولاية، إلزام شركات التعدين بتدريب وتأهيل عدد معين سنويا من أبناء الولاية، إعطاء أولوية لأبناء الولاية في العمل داخل مناطق تعدين الشركات. ودعا أعضاء المجلس إلى إعطاء الولايات جزءا من عائدات المشاريع القومية لدفع جهود التنمية. ولا بد أن نضمن أن الدراسات المسبقة التي تعدها هذه الشركات والجهات المعنية أنها تكون متحوطة للآثار البيئية والاجتماعية والسلوكية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الأنشطة في حياة الناس. التعميل على سياسة وزارة المعادن في التنسيق مع الولايات في تحديد مواقع التعدين وضمان استعادة الولاية والمواطنين من المشروعات التعدينية، أهمية وضع المعالجات للآثار الجانبية الاجتماعية والأمنية في المجتمعات المحلية في مناطق التعدين، وترشيد التعدين من خلال خارطة تعدينية تطورها الوزارة القومية بما يحفظ ويراعي حقوق الولايات في الموارد الطبيعية. وطالب المجلس لجنة التشريع بالعمل على مراجعة القوانين التي تنظم عمليات التعدين الأهلي وإعطاء الأولوية لأبناء الولايات في العمل بشركات التعدين.